ولتحليل أداء البورصة المصرية ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة الدكتور محمد وجيه، خبير أسواق المال والعضو المنتدب لشركة طيبة للسمسرة. أهلا وسهلا أستاذ محمد، وما تقييمك لتحركات المؤشرات خلال الفترة الحالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنشهد دلوقتي مرحلة كده من المراحل الاستقرار النسبي نتيجة لعدم وضوح الرؤية، وبالإضافة طبعا لدخول شهر رمضان المبارك وقرب أعياد إخواننا المسيحيين، وبالتالي الفترة دي بيبقى فيها هدوء نسبي شديد في التداولات. طبعا احنا شايفين النسبة النهاردة بين الأفراد والمؤسسات تقريبا مقتسمين السوق، وده معناه انه حتى المؤسسات شهيتها على الاستثمار وشهيتها دلوقتي على الشراء والبيع ما هياش عالية نتيجة لاستقرار الأسعار وملها إلى التراجع لفترة طويلة زي ما لاحظنا في الأيام اللي فاتت، ويمكن مش هنبالغ لو قلنا خلال الأسابيع الماضية اللي كنا فيها في اتجاه هابط يعني شديد الاحمرار، إلى أن ابتدى من خلال الأسبوع اللي فات ده هو درجة الاحمرار دي تهدى. شفنا تباين في المؤشرات، شفنا ان في مؤشرات في بعض الايام ابتدت تسجل بعض التحسن، قدرنا نكون شكل قاع، لكن لسه ما قدرناش نخرج تماما الى المرحلة اللي هي نقول لا احنا داخلين على صعود قوي للبورصة. نعم، طيب كانت في بعض الارتفاعات في الجلسات الماضية، هل برأيك أنها ربما تعبر عن تفاعل البورصة بحركة تصحيحية عقب التراجعات القوية، وهل تعتقد يعني أنها تمثل الأسعار العادلة للأسهم أم أنها بعيدة تماما عنها؟ انا اعتقد ان الارتفاعات اللي شهدتها البورصه الاسبوع المنتهي النهارده دهوت كان سببها الاساسي وجود فرص استثنائيه في بعض الاسهم، فكان في مرحله من مراحل تبديل المراكز ما بين اسهم والتانيه، لان العلاقه النسبيه في الاسعار ما بين الاسهم وبعضها اصبح فيها بعض الفرص الاستثماريه الذهبيه لصناديق الاستثمار وللمستثمرين ذوي الملاءه الماليه العاليه. ده يمكن السبب اللي خلى المؤشر في بعض الأسهم قائدة زي التجاري يبتدي يرتد، زي أسهم كتيرة جدا في القطاع العقاري ابتدت تتماسك أسعارها شوية بعد ما وصلت لمستويات سعرية مغرية. لكن في المقابل في عندنا كمان فترة توزيع أرباح وفترة توزيع كوبونات مخلية إنه في عودة تاني للانكماش في الأسعار نتيجة للتوزيعات النقدية اللي بيتم صرفها، فده بيأجل الصعود القوي لأسبوع أو 10 أيام كمان بعد يعني مع قرب انتهاء شهر رمضان. هتلاقي أنه المؤشر ابتدى ياخد الاتجاه العام الصاعد وبحدة وبقوة شديدة جدا. هذا يأخذنا لأداء القطاعات، وإذا كانت السوق ستتعافى مع الأيام الأخيرة لشهر رمضان، برأيك ما القطاعات التي ستشهد أداء قويا؟ احنا عندنا قطاعين تقليديين مهمين قوي هم أعمدة السوق المصري، اللي هو قطاع البنوك والقطاع العقاري، والحمد لله ان القطاعين دولت ابتدوا يتماثلوا لنوع من انواع الاستقرار دلوقتي. الاسعار ثبتت عند المستويات الدنيا اللي كانت سجلتها خلال الاسابيع الماضيه، وابتدت بعض الاسهم في القطاعين دولت تتحرك صعودا، مما يبشر بخير يعني، وبيبشر انه فعلا ابتدى يتخلق او يتوجد مشتري جديد عند الاسعار المغريه دي اللي ظهرت في السوق. قوة الشرائية دخولها للسوق الجديدة معناها إعادة الثقة للي موجودين حاليا جوه السوق وللي بره السوق انهم يرجعوا يدخلوا تاني. القطاعين التانيين بقى الواعدين اللي هم ابتدوا يدخلوا البورصة جديد وابتدوا ياخدوا مكانة مرموقة يعني داخل السوق المصري، هو القطاع الطبي والصحي والقطاع التكنولوجيا، ودولت طبعا غير خافي على احد ان تأثير الفترة الكبيرة اللي اتأثرنا فيها بجائحة كورونا أثرت على القطاعين دولت وخلقت ميزة نسبية سواء في قطاع الرعاية الصحية لأنه الاهتمام بقى بيه قوي جدا واللجوء ليه كتير جدا،
سواء من مرضى الجائحة أو من التداعيات اللي بتحصل بعديها. والناحية التانية التكنولوجيا، قطاع التكنولوجيا، لأنه هو ده الملجأ دلوقتي لتسهيل الحياة في ظل الانغلاق سواء جزئي أو كامل في دول كتيرة من دول العالم. وطبعا احنا برضو اتأثرنا بجزء كبير من الانغلاق ده هو، وبالتالي الأسهم دي أصبحت واعدة جدا وابتدت تبين قد إيه هي هتكون المستقبل. فكمية الاتجاه للشراء فيها ابتدى يعلى، ابتدى يحصل نوع من أنواع الحماس والتدافع. أعتقد الفترة كمان اللي جاية هتشهد البورصة طروحات كتيرة جدا للشركات اللي بتعمل في مجال التكنولوجيا والاتصالات. يعني من الجيد جدا أنك يعني طرحت هذا الأمر، لأنه ما زالت مكونات هذين القطاعين قليلة نسبيا بالنسبة لمكونات القطاعات الأخرى مثل القطاع العقاري أو حتى قطاع البنوك، والتي ترى أنهما العمودين الأساسيين للبورصة. طيب، إذا استفدنا في الأداء العقاري، ما هي النظرة بخصوصه، بالذات أنه في أحاديث كثيرة على وجود بعض التباطؤ في الشراء؟ هو في نهضة عقارية شديدة وطفرة عقارية شديدة حصلت في مصر في خلال الأربع خمس سنين اللي فاتوا، ونتيجة لوجود مطورين عقاريين دلوقتي عددهم زاد وقدراتهم المالية زادت والفرص الاستثمارية اللي قدروا يحصلوا عليها بالشراكة مع الدولة في المدن الجديدة وخصوصا في العاصمة الإدارية الجديدة يعني زادت عن حجم المعتاد أنه يطرح في السوق في خلال الفترة الزمنية دي. وبالتالي طبعا أصبح قدام المشتري حجم من الخيارات شديد التنوع، فده طبيعي جدا لازم يأثر على قراره الاستثماري، لأنه دايما المحدودية بتعني التدافع. أنا النهاردة لما يكون عندي فرص قليلة هجري أقتنص واحدة منهم، لكن لما يكون عندي فرص كتيرة هتمهل في اتخاذ القرار. بالإضافة إلى أن برضو بقية القطاعات ما نمتش بنفس الدرجة، وبالتالي الدخل اللي عند المواطن أو حجم المدخرات اللي عند جموع الشعب لا تسمح بأن هم يبتدوا استثمارات جديدة بالقيمة العالية دي. ده طبعا فترة محدودة جدا، لأنه بعد شوية مش كتير هتبتدي الفرص دي تتناقص، لأن الفرص ظهرت كلها في وقت واحد، فمع الوقت هتبتدي الفرص تتناقص ويرجع التدافع تاني. احنا لازلنا بنطرح في السوق يعني أكثر قليلا من 20% من احتياجاتنا، وبالتالي لسه في فجوة في الطلب عن العرض. بس هي الفكرة كلها ان الطرح المتزامن لفرص عديدة ده بطأ الطلب بعض الشيء. شكرا جزيلا على وجودك معنا دكتور محمد وجيه، خبير أسواق المال.